اهلا ومية هلا يا طلاب الرابع اعدادي. اليوم جيناكم بالمحاضرة الثانية لليونت الاول. ان شاء الله اليوم راح ناخذ بيها موضوع ماثي بالثالث متوسط، وراح نعيده بالرابع اعدادي. موضوعنا اليوم اضافة الاي ان جي. خليها ببالك، هذا الموضوع جدا سهل وبسيط، بس تركز وياي بيه، راح تحتاجه كلش هواي، مو فقط بالرابع اعدادي، راح تحتاجه بجميع المراحل. اضافة الاي ان جي وين ما تروح وهي وراك، حتى من تدخل للجامعة هي هم تركض وراك، خليها ببالك. اليوم موضوعنا اضافة الاي ان جي، اضافة الاي ان جي. مثل ما تعرفون شنو اضافة الاي ان جي وشنو فائدتها؟ فائدتها هي تحويل الفعل الى الاستمرارية، يعني راح تفيدنا بالازمنة الاستمرارية، يعني زمن مضارع مستمر، ماضي مستمر، مستقبل مستمر، مضارع تام مستمر، اي شيء اسمه استمرارية. يعني من يقول لك present continuous يعني اكو استمرارية بالموضوع، يعني تذكر اكو ing بالموضوع، راح تفيدنا كلش هواي. اضافة بعض الاساتذة يجيبوا لك اياها ضمن موضوع الملاءات، يعني يعطيك فعل يضيف له الى ing، يعطيك الفعل الثاني يقول لك انت ضيف له الى ing، وذنك كلاهما ماخذين بالثالث متوسط، بس راح يجي لك اياها بالرابع اعدادي، يعني راح نحتاجن هواي. ركز هنا، هاي صفحة مال الى ing، صفحة 4 بالملزمة، قال لك عندك مجموعة ملاحظات، عندك 6 ملاحظات بالاي ان جي، نجين واحدة واحدة. الملاحظة الأولى يقول لك باوع ملاحظة رقم 1، يقول لك نهاية الفعل. إذا لقيت نهاية الفعل مالتك حرف الإي، هذا حرف الإي، شو تسوي؟ يحذف ونضيف ING. خليها ببالك، هاي ملاحظة رقم 1، يعني إذا لقيت الفعل، مثلا عندك أفعال هواي، مثلا عندك فعل رايت يكتب، هذا الفعل، هذا من تريد تضيف له ING، لقيته من تي بحرف الإي، شو أسوي؟ أقول رايت، أحذف حرف الإي وأضيف ING. مثلا عندك درايف، من تي بحرف الإي أقول درايف، أحذف حرف الإي وأضيف ING. عندك هواي أفعال زين، عندك هاف الفعل من تي بي من بحرف الاي، احذف حرف الاي واضيف اي ان جي، فهمت الفكره شنو؟ زين، عندك افعال، عندك البي، هذا الفعل البي، صح هو من تي بالاي، بس هذا الفعل ما يصير احذف من عنده حرف الاي، اذا حذفته يبقى بس الحرف البي، شو تسوي بي؟ خليها ببالك، هذا الفعل من تلقيه خليه نفسيته، يعني فقط اضيف له اي ان جي، فهمت؟ لا تحذف من عنده، واذا لقيت الفعل مالتك من تي بدبل اي، يعني مثلا عندك فري، اي فعل تلقيه من تي بدبل اي ما يصير تحذف الاي من عنده، خليهن ببالك، ذني الملاحظتين ذني احتمال يفيدنك، فهمت الفكره؟ زين، هاي الملاحظه رقم 1، كل الفعل القيه من تي بحرف الاي احذف من عنده حرف الاي واضيف اي ان جي، عدا الفعل البي والفعل من تي بدبل اي، فهمت الفكره؟ هسه تقول لي استاذ افتهمتها، زين. نجي للملاحظه الثانيه، عندك ملاحظه رقم 2. ملاحظه رقم 2 يقول لك نمشي بالتسلسل الملزمي على مد نهاية الفعل مالتك حرف صحيح، نهاية الفعل مالتك، نهاية الفعل حرف صحيح وقبله حرف علة، واحد نضاعف الحرف الأخير ونضيف شنو؟ ونضيف ING، ونضيف ING، خليها ببالك. إذا لقيت الفعل مالتك من تي بحرف صحيح وقبله حرف علة واحد، نضاعف الحرف الأخير ونضيف ING. هسه تقول لي أستاذ يعني مثلا شو؟ أول شيء خلينا نكتب لك حروف العلة، تعرف أنت حروف العلة؟ هسه تقول لي أستاذ أعرف أن الأي والإي والآي والأو واليو، ذن الأحرف العلة، خلينا ببالك. يقول لك إذا لقيت الفعل مالتك من تي بحرف صحيح، يعني شلون؟ مثلا عندك ستوب، هذا الفعل، هذا من تي بي من بحرف صحيح، شلون عرفت حرف صحيح؟ ما موجود بحروف العله، ذن حروف العله، كل حرف ما تلقيه بحروف العله قول عليه هذا حرف صحيح، فهمت الفكره؟ اذا لقيت الفعل مالتك من تي بحرف صحيح وقبله حرف عله واحد، يعني لقيت واحد من ذني جاي وراه، فهمت الفكره شنو؟ هسه تقول لي استاذ اتهمتها، شو اسوي؟ اضاعف الحرف الاخير، يعني حرف البي اضاعفه واضيف اي ان جي، ها فهمت الفكره شنو؟ مثلا عندك سويم، نفس الحالة من تي بحرف صحيح وقبله حرف علة واحد ضعفت وضفت اي ان جي،
ها فهمت الفكرة؟ هسه تقول لي استاذ افتهمتها. زين، نجي للملاحظة الثالثة. ملاحظة رقم 3 نستند عليها على الملزمة. نهاية الفعل، ملاحظة رقم 3، لاحظوا وياي. ملاحظة رقم 3 يقول لك نهاية الفعل مالتك حرف الواي، هذا حرف الواي يبقى كما هو، نضيف ing. لاحظوا وياي، هاي دائما الطلاب يشتبهون بيها، دائما الطلاب يشتبهون بيها. شنو هاي الملاحظة؟ مثلا عندك study، مثلا عندك play. إذا لقيت الفعل وهذا الفعل أنت تريد تضيف له ing وبواعة نهايته لقيتها من تي بمن بالواي، هاي هذا الواي. هنا شو سويت؟ ما يصير تقلب الواي إلى اي وتضيف ing. أكو طلاب يجي يركض ركض، يركض هيجي، يروح يقلب الواي إلى اي وتضيف ing، هاي خطأ، خليها ببالك باللغة الإنجليزية. الواي الاي ان جي ما يصير تقلب بها الواي ابدا، بس بالاي دي بالاس اي عادي، بينما بالاي ان جي تذكر الواي تبقى نفسها. يعني الفعل هذا صح هو من تي بحرف الواي، دائما نضيف فقط اي ان جي. هسه تقول لي استاذ قبل حرف عله قبل حرف صحيح، اقول لك لا، ما لك علاقه بها، الواي بالاي ان جي تبقى نفسها، فقط ضيف اي ان جي. فهمت الفكره؟ هسه تقول لي استاذ افتهمتها. هاي ملاحظه رقم 3. زين، نجي الملاحظه رقم 4. عندك قايل لك نهاية الفعل مالتك حرف صحيح. ملاحظة رقم 4، ملاحظة رقم 4، شنو الملاحظة؟ يقول لك نهاية الفعل، نهاية الفعل مالتك حرف صحيح وقبله حرفين علة يبقى كما هو، ونضيف ING. خليها ببالك، إذا لقيت الفعل مالتك من تي بحرف صحيح وقبله حرفين علة، قبله حرفين علة، يعني مثلا عندك read يقرأ، هذا الفعل، هذا الفعل إذا قلت لك ضيف له إلى ING، هسه تقول لي أستاذ من تي بحرف صحيح وقبله حرفين علة، لو لاقي حرف علة واحدة ضاعف، بينما إذا لقيت حرفين علة شو أسوي؟ خليه نفسيته، أرجع نفسيته وأضيف له ING read. وعندك بعد عندنا شنو فعل؟ clean. طبعا من تي بمن بحرف صحيح وقبل حرفين عله رجعنا نفسيته بدون ما نضاعف وضفنا ينج. فهمت الفقره شنو؟ هسه تقول لي استاذ افتهمتها. زين، عندك ملاحظه رقم 4، ملاحظه رقم 5 العفو، نستند عليه على تسلسل الملزمه. نهايه الفعل مالتك، نهايه الفعل مالتك اي اي يقلب إلى Y، ونضيف ING. خليها ببالك، إذا لقيت الفعل مالتك من تيب IE، يعني مثلا عندك Lie Tie، ذن الفعلين باوع منتهات بمن بحرف ال IE، هنا شو تسوي باوع؟ IE هنا شو تسوي؟ هذا ال IE تقلبهن من للواي وضيف اي ان جي، هنا نفس الحاله تقلبهن من للواي وضيف اي ان جي. فهمت الفكره شنو؟ زين، ايش عندنا بعد؟ عندنا سادسا ملاحظه رقم 6، ملاحظه رقم 6 يقول لك عدا ذلك نضيف اي ان جي. شنو عدا ذلك نضيف اي ان جي؟ يعني كل فعل تلقيه، اي فعل تلقيه ما تنطبق عليه ذن الملاحظات الخمسه راح اضيف له اي ان جي بشكل مباشر. يعني مثلا عندك مثلا ورك يعمل، هذا الفعل من تي بحرف الاي؟ لا. من تي بحرف صحيح وقبل حرف عله؟ لا. من تي بحرف الواي؟ لا. من تي بحرف صحيح وقبل حرفين عله؟ لا. من تي بالاي اي؟ لا. إذا ما انطبق عليه ذن الملاحظات الخمسة، كل فعل ما تنطبق عليه ذن الملاحظات الخمسة ضيف له اي ان جي بشكل مباشر، يعني نضيف له اي ان جي بشكل مباشر.
فهمت الفكره؟ هسه تقول لي سالفه فهمتها. هاي كل ما متعلق عندك بمن؟ بالاي ان جي، والاي ان جي وين راح تفيدنا؟ تفيدنا بجميع الازمنه الاستمراريه وتفيدنا بموضوع الاملاءات. زين. اضافه عندك طريقه الامتحان، تعرفون شنو طريقه الامتحان؟ طريقه الامتحان الاستاذ بالامتحان راح يجيب لك، اذا نحاول تكتبهن يعني طلابي، اذا ما عندك منزل حاول تكتبه وياي. باو مثلا الاستاذ بالامتحان راح يجيب لك فعل، مثلا يقول لك work تصير working، ويعطيك مثلا باي فعل هيك بالامتحان. الاستاذ يعطيك فعل ويضيف له الى اي ان جي على مود ينبهك، يقول لك عمي انا اعطيتك فعل وضفت له الى اي ان جي، يلا حق هذا الفعل الثاني انت ضيف له الى اي ان جي. انت من يعطيك الاستاذ، اقول طلاب مثلا شاف الاستاذ طاف فعل وضاف له الى اي ان جي، يركض هذا الفعل يضيف له اي ان جي، ما يطبق ذن الملاحظات الخمسه، اتاكد من عنده، شوفه يا ملاحظه جايك. زين انا بعت الفعل لقيته من تي بالواي، قلت ما دام اكو واي اذا قبل اضيف له اي ان جي بدون ما باوع القبله والبعده. فهمت الفكره شنو؟ هيك حليته. فهمت الفكره؟ هسه تقول الاستاذ فهمتها، مرات الاستاذ لا يعطيك مثلا فعل ورك على مود ينبهك، طاني فعل ضاف له الى اي ان جي، طاني الفعل الثاني قال له مثلا اسوى، خلاه الفراغ هيك. الاستاذ طاني فعل هنا ضاف له الى شنو؟ الى اي ان جي. طاني الفعل الثاني انا مو قبل اركض اضيف له اي ان جي، لا ماكو هيك شيء، لازم اطبق الملاحظات مالته، لقيته من تي بحرف صحيح وقبل حرف عله واحد، قلت لازم اضعف الحرف الاخير واضيف الاي ان جي. باقي الاملاءات انا كلهم ضايف لك اياهم بالملزمه. طلابنا الاعزاء، هذا كل ما متعلق عندك باضافه الاي ان جي، ان شاء الله تكون استفاديت من هذه المحاضره، هذا كل ما متعلق بالمحاضره مالتنا. في امان الله.